السلام عليكم أحبتي، طلبة قسم التقنيات المختبرية الدراسة المسائية والصباحية. أخذنا المحاضرة السابقة الميزان الإلكتروني، اليوم عندنا المينتنس يعني صيانة الميزان. طبعا الصيانة تكون لما نسوي له يعني ريكورد، يعني نسوي له قراءات أو نسوي له تنظيف وغيره. دائما عندنا هنا بس قبل الصيانة وظيفة التير فاكشن. شنو وظيفة يعني قصة وظيفة التجاهل التير فاكشن؟ خلينا نكبرها. وين اللود الحمل او الماده اللي بنوزنها اوريدي هي اصلا اون ذا بالانس، خليها بالبالانس. شو اسوي؟ برينس ذا تير بوتن، رايتكم اياها بذيك المحاضره، زر مكتوب عليه تير، سيت ذا ديسبلاي تو ذا زيرو، طلع لنا الديسبلاي العرض يسوي لنا زيرو، يعني حتى لو اكو شيء مقداره 1 غرام ان ادوس تير. يعني هاي اتس الخدمه اتس يوزد، تستخدم وين؟ اسامبلز كمز ان كونتينر، من تكون السامبلز العينة اللي يدوزنها جاية بكونتينر بوعاء أو على ورقة أو هاي. أنا شلون أبدأ أتجاهل؟ أخلي الوعاء فارغ وأدوسها، مثلا هو وزنه كذا غرام، أدوسها حيصير صفر، وراها منه أخلي المادة، هي راح يصير الوزن فقط للمادة وليس الوعاء زائد المادة. First أولا the empty container، الوعاء الفارغ is measured، خليت الوعاء زين فارزة. The tear button is pressed، مبني المجهول، يعني انت تضغط على هاي الخدمه خلصنا، بقى الوعاء موجود والوزن صفر، شو يسوي وراها؟ ذين ثم ذا فيلد كونتينر، طبعا تسحب الوعاء، من السحبه راح يصير وزن بالناقص، تمليه بالماده اللي تريدها او اكو طريقه ثانيه تفتح الابواب من هاي الجهتين وتضيف الوعاء موجود. از بليست باك، يوضع مره ثانيه، الفيلد المملوء بالماده اللي يوزنها. The result، النتيجة، is the net weight، الوزن الصافي. هاي حذفتها. ولو أنا إلي عتب على تعليقاتكم على الأسئلة، يعني الطالب يريدها، ليش أستاذ أولاً أنت ما ناشرها بموعدها المحدد حضرتك وما مسويها؟ يعني أنت يوم الاثنين وأنا عندي لود وعندي طلاب ومشرف عليهم بالثاني، يعني أنت إلا بنفس اليوم؟ عموماً بعد ما أضيف لكم أسئلة، أنا هم جوز شبية أعطيتكم الأسئلة التوضيحية المفروض ما أعطيكم إياها. type of balance، نوع البالانس، هاي بالاصفر محذوفه. التايب مالت البالانس ذا لابوراتوري، الاشخاص اللابوراتوريز بالمختبرات، وي يوزوالي احنا عاده فايند تو ديفرنت تايب اوف بالانس، نستخدم نوعين من الميزان. النوع الاول مالت الميزان نقول عليه ميزان الدقيق، والثاني ميزان التحليلي. هذا الميزان الاول وهذا الثاني، هذا نستخدمه كبير، نستخدمه بعض الفتيات من يسوون وجبه او غيرهن. هذا برايكم ليش مو دقيق وهذا اكثر دقيق؟ انه لان هذا ما يتعرض للرياح ما يتغير، واذا هذا كلش حساس. ثاني واحد لذلك شوف خلينا احنا في القفص الزجاجي وهو المطلوب. The difference، شوفوا هنا الاختلاف، is the accuracy، بمن؟ بالدقه. analytical balance، الميزان التحليلي ذاك الجو صديقنا، are more precise، أكثر دقة، and more expensive، وأكثر غلاء. بس هاي اختصرت لكم محاضرة زين، هذني الأشكال. شوفوا preventive maintenance، عندنا maintenance الصيانة. the maintenance of the balance covers، يعني هنا covers مو أغطيه، لا تغطينا. شو تغطينا؟ تغطينا موضوعين، cleaning and some test procedures، تنظيف وبعض التيستات نسويهن إلا زين. If the test result differ much، إذا النتائج تختلف from the balance specification، اللي هي هذا specification يعني سواء مثلا تقول دقق به النظر، it advisable، ينصح to ship، النقل the balance to the manufacturer، نسوي له على صنع المصنع أو نوديه للمصنع حتى يصلحه. step 1، إذا أني مرة جبت هنا عدد، قلت لهم عدد خطوات المينتنس، احتاروا الطلاب، هاي step 1 step 2 step 3 step 4، تنتهي المحاضرة. بس تعداد جبت عليه 20، ما علينا، بس أنا قلت ما بعد ما عليه بس إليه زين. step 1 inspection، التدقيق أو النظر. before starting any maintenance، قبل ما تبدي أي maintenance، أي صيانة أو repair أو تصليح، start with a short visually inspection، هاي ناخذها بالتمريض inspection، يعني أنت لازم الطالب بالرؤية يلاحظ شنو أكو شيء أحمر بعين أو عنده انتفاخ. هنا أيضا تلاحظ الانسبكشن، شو تلاحظ؟ is there any contamination or anything else unusual، تبغى اكو شيء ماده طايحه جوا او اي شيء unusual،
يعني مثلا الميزان واحد يقرا يتحول قراءات نيوجين غير اعتيادي. زين هاي خلال النظر does the door close and open smoothly and open عفوا smoothly، هل الابواب تنفتح واي smoothly بسهوله؟ زين العفو do the switch work properly، هل السويتشات البي تعمل بشكل دقيق؟ is the zero point display stable، هاي اللي حكيتها without load من هو مخليه انا زيرو وساد الابواب الزجاج عليه stable مستقر without load بدون ما اخلي عليه load، يجوز واحد يقرا واحد اثنين ثلاثة ويرجع للصفر، هذا اكيد بيه خلل. هاي كلهن بالانسبكشن. زين يعني بس رؤية ما صلحت انا بس ابغى اوعي. كليننج الثانية use a fine paint brush، استخدم بروش يعني فرشة مال الصبغ اللي هي الفاين دقيقة to remove a sample residue يعني بقايا من السامبل. often the waiting band can be removed، البان هاي الدويرة بالنص اللي هي هاي هنا نأشرها لكم، هاي دائما كل ميزان لك القابلية تزيلها ويعني تنكتها توخر منها. ليش؟ يجوز اجيب لك اياها تعليل، بس تكتب لي for easier cleaning. ليش هي خوب يخلونها يلحمونها وما تتحرك؟ for easier cleaning. if there is a stain، اذا لقيت صبغة طايحة stain يعني صبغة او اي شيء use a damp cloth يعني وصل العفو او قطعة قماش damp يعني رطبة do not make the cloth to wet، لا تخلي هاي القطعة كلش رطبة متروسة ماي وتجيبها وبالتالي تخرب الميزان. make sure do not moisture enter the balance، ها make sure تأكد انه ماكو رطوبة enter the balance تالي تصير تبقى داخل يعني رطبة بشكل خفيف مو تجيبها متروسة ماي وتالي تظل الماء داخل البالانس وبالتالي هو حساس. زين wipe the balance، امسح البالانس with the soft and dry cloth، بوصلة صوت ناعمة وناشفة جافة العفو. the glass زين نظهناه من جوه. وبالنسبة للزجاج اللي هي الويتنج تشامبر اللي هي الخارجية هنسميها اوثنتيكال بالانس can be cleaned with the common window cleaner، اي منظف عادي مال طباخات الكمون الاعتيادي. زين نمبر 3 مينتنس صيانة. if the sliding door اذا هذني الابواب السلايد السحب move slowly يعني قوة تتحرك take out the doors، تقدر تسحب الدور للسحب اللي قدام يطلع بيدك and clean the real السكة مالته اللي هي والمكان اللي يمشي بيه الباب and the edge والحافة of the glass door، اكيد اكو شيء طايح جوه تقدر هاي بعض الموازين تقدر تسحبها وتنظف اكو شيء طايح بالسكة يسبب لها. هذا جبت تعليل تستاهلون على تعليقاتكم هذا التعليل do not lubricate، لا تخلي زيت. انا مره جبته قلت لهم اذا هذا السؤال قلت لهم if the السؤال question if the door moves slowly تقدر and ما نحتاج الزيت، هيك جبت لهم هذا وحطيت هنا وراها واي ليش ما نحتاج زيته اذا هو الباب ما يتحرك غير احط له زيت. السبب شنو هو؟ oil or grease، الجريز هذا المستخدم يعرفون الشباب للسيارات absorb more dirt، ايش راح يسوي؟ يمتص الديرت العفو الاوساخ over the time بواسطة يعني مرور الوقت add the function get worse، ووظيفة الباب تصبح للأسوأ. منه خليه خصم الحجم، منه خليه دهن أو جريز، شو راح يسوي هذا؟ الأوساخ كلها يجمعها وبالتالي وظيفة الباب تصير أصعب وأصعب. هو أنا بدي أحرك الباب أخليه أسهل. زين this also apply for the interior of the balance، وأيضا هذا هاي القاعدة مال عدم إضافة الزيت تطبق apply داخل العفو هنا داخل البالانس. do not lubricate anything، لا زيت اي شيء. زين just clean all the components for dust and dirt، بس نظف كل المكونات بهاي الطريقه اللي قلنا عليها يعني اذا شفت الباب ما يتحرك سهل. نمبر 4 قبل الاخيره هاي standard test، اكو تيستات نسويهن some test can be done in order to verify، حتى نتاكد من الاكيورسي من الدقه مال نحدد الاكيورسي الدقه النتائج راح تكون من هاي التيست. اما تكون يس اما تكون انت راح تكون ورقه يمك شو تقول اذا كتبت نو تقول يابا هذا خارج الخدمه اوت اوف تولرنس، تولرنس احترام اذا طلعها يعني خارج نطاق الخدمه ذا بالانس شود بي هاز تو بي ريبايرد لازم يصلح نوديه او عفوا او تقول يس
the test result are within the tolerance. يعني ضمن مبدأ الاحترام the balance is okay. يعني لازم تطلع عند اللو يس لونو. خلينا نشوف شنو ذني. تذكرون بالسادس أو الطلاب الخريجين كلمة خلينا منها شوية صعبة. reproducibility بس هنا عندنا repeatability. repeat تذكرون repeat after me يعني repeat إعادة حتى تفهم. زين. هذا المعنى تقدر تكتب لي هاي وهاي اثنين صحيح بالامتحان. means تعني ذات شوفوا حسب الاسم. A repeat waiting نسوي عملية وزن بس نعيدها of the sample object للشيء الobject العفو same object must deliver the same weight خلنا نعيدها repeated waiting of the same object repeated يعني الوزن للشيء معين من أعيده مرة ومرتين وثلاثة same نفسه must يجب deliver يعطينا the same weight reading يعني ما يجيب شيء واحد غرام ووزنه وطلعته من الميزان وسديت الميزان ونظفته ورجعته نفسه لازم يطين هم واحد غرام مو مرة واحد غرام مرة واحد غرام ونص مرة واحد غرام إلا ربع زين calibration هاي يسموها عملية calibration مرات weight يعني التدرج العفو calibration weight is measured for 10 times عشان مرات أسويها and the reading والقراءات من تقراها are put in the test chart أكو chart ورقة بها مربعات جوية الجهاز تخلي انت الاولى صحيح الثانية صحيح الثالثة صحيح كلهم قران واحد غرام واحد غرام صحيح after each waiting ورا كل ما مرة توزن cycle يعني دورة تحصير دورة الدورة الاولى الدورة الثانية the balance has to be returned to the zero لازم شو تسوي وزنت اول مرة خلص سحبته ترجع للزيرو الصفر وتعيد مرة ثانية الصفر وتعيد مرة ثالثة وهكذا زين هسه فهمتوها من اسمها repeatability هاي طريقتي هنا اجيب لك شرح ما اجيب لك اشرح الميزان كله لا repeatability انت عشان تقول الوزن تشرح لي طريقتك كذا تقوي الانجليزي كلش عادي تقول يا ابي اوزن نفسي the same object must يجب ان يعطيني the same weight ايش قلت 10 times واسجلهم وبعد كل وحده وحده اسوي زيرو زين نجي هنا اخيرا المحاضره كلش مختصره كورنر لود من اسمه كورنر يعني زاوية ولود يعني حمل خلينا نشوف شنو يقصد بالكورنر لود هذا هو فحص اسمه كورنر لود تيست is performed ينجز هاي أيضا مبني المجهول بالإنجليزي in order to find out يعني لكي نجد if the balance deliver يعطينا the same weight reading يعطينا نفس القراءة for a given object لل object إيش العفو الشيء اللي نريد نوزنه regardless of its position بغض النظر of its position عن وضعيته هسه واحد يقول شنو وضعيته وين وضعيته on the waiting bar خلنا نرجع شوي لفوق على السرعة يعني انت راح بغض النظر يعني انا اجيب هذا الشيء شوفون الماوس خليه مرة بالنص مرة خليه بالزاوية مرة خليه هنا مرة خليه هنا المهم على البان بغض النظر المفروض يطيه نفس الوزن تمام لذلك سميناه كورنر لود يعني لود الزوايا زين position calibration أيضا راح أسوي calibration يعني قراءات weight a various location يعني مرة خليه بالنص الوزن وقريته واحد غرام مرة خليته عليمنا شوية قريته من طاني واحد غرام and the waiting pan على البان هاي الدويرة الدائرية العفو the reading should be the same لازم تطلع عندي نفس أنا أعرف الوزن مال هاي المادة اللي قاعدة وزنها مثل واحد غرام لازم تطلع لي the same نفس الشيء within a few digits at all position بكل الوضعيات سواء على اليمين أو على اليسار وعلى تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالموفقية والنجاح زين بعد لا تعلقون تعليقات تقولون ليش ناشرنا بغير وقت الهاي يعني ما يصير استاذ انت تعلم استاذ يمتى تنشر وتفرض عليه انت تنشر وماكو ايضا بعد اسئلة تحياتي لكم